المنصة مع محمد العمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم الآن في المنصة. من الأحد وحتى الأربعاء عبر أثير الموج السعودية ألف ألف إف إم، راح أكون أنا معاكم محمد العمري للحديث عن أبرز أحداث كرة القدم المحلية والليلة عالمية. طب أقصد كرة القدم العالمية عشان لا حد يروح بعيد بفكره. أرقام الاتصال 0-1-1-2-1-7-8-5-8-5-0-1-2-1-6-1-6-1-1-0. وللتواصل عبر الرسائل ارسل لنا اسمك ورقم جوالك على STC 851-040 زين 701-313 موبايلي 66-301. أيضا أدخل على حساب الإذاعة في تويتر @ألف ألف إف إم، راح تجد إعلان الحلقة وبإمكانك كتابة استفسارك أو تعليقك في خانة التعليقات، وبإذن الله ضيفنا اليوم راح يجاوب عليها فيما يخص الطروحات التي سنتحدث عنها خلال الحلقة. وزي ما قلت لكم اليوم راح نتكلم عن أحداث ذات علاقة بكرة القدم العالمية وخصوصا الأوروبية، وما يجري وما يدور في أبرز دواري كرة القدم الأوروبية. وللحديث عن هذه الأمور معي في الاستوديو العزيز الكابتن والمحلل الفني الكابتن عادل دفتردار. أبو محمد أسعد الله مساك وحياك الله في المنصة. عزيزي الله حياك محمد، وسعيد بوجودي معك، وطبعا أستغل الفرصة دي وبارك لك بمناسبة حصولك على جائزة التميز للإعلام الرياضي فئة المقال الصحفي. الله يبارك فيك. يعني بصراحة كنا جدا سعداء يعني هنا خاصة في قناة ألف ألف يعني الإذاعية، يعني بتتويجك مجهودك وتعبك يعني على مدار السنوات الأخيرة بجائزة، يعني كأول جائزة أعتقد. صحيح، أول جائزة، يعني أول جائزة في المجال، وتكريم من رئيس هيئة الرياضة بذاته. يعني بصراحة يعني لي الفخر، يعني أنت لست مجرد صديق ولكن أخ أيضا، وأنا سعيد بصراحة بوجودي معك الليلة. أعتقد يعني أنا يعني كل اللي أقدر أقوله إنه أنا دائما سعيد بتواجدي معك، ويعني قلت عني كلام أنا يمكن ما استحقه، لكن أشكرك الله يعطيك العافية. وندخل في مواضيع الحلقة. تحب نبدأ بالدوري الإنجليزي؟ طبعا أقوى دوري في العالم، نتكلم عن الدوري الإنجليزي. دوري الإنجليزي، نذكركم بالنتائج الجولة الماضية. شيفيلد يونايتد 1-0 على أرسنال، ساوثهامبتون يخسر بتسعة أهداف أمام ليستر سيتي، مانشستر سيتي يتغلب على أستون فيلا 3-0، ويست هام يونايتد 1-1 مع نتكلم على برايتون، وهوف ألبيون فاز على إيفرتون 3-2، واتفورد وبورنموث 0-0، بيرنلي هدفين مقابل 4، فوز تشيلسي لامبارد لازال يضرب بقوة، تعادل الولفز والمكبايس، مانشستر يونايتد أخيرا يفوز 3-1 رغم أن المباراة ضاعت فيها ضربتي جزاء، ليفربول ينتصر على توتنهام، وبذلك يصبح الترتيب كالتالي: في المركز الأول ليفربول ب 28 نقطة يوسع الجاب والفارق مع مانشستر سيتي اللي في المركز الثاني ب 22 نقطة، الرابع ليستر ب 20، موسم مختلف لليستر، تشيلسي في المركز ليستر في الثالث، تشيلسي في الرابع أيضا ب 20 نقطة، لامبارد إبداع، أرسنال هي نفس المعضلة، لا زالت تكرر نفسها سنين وسنين، كريستال بالاس السابع، السادس يونايتد السابع، الفرق التي تقبع في المراكز الثلاثة الأخيرة من الأخير واتفورد، قبله نوريتش وساوث هامبتون. كيف شفت الجولة إجمالا؟
حقيقة ما في مفاجآت يعني. مانشستر سيتي فاز، ليفربول فاز، مواجهته قوية كانت مع توتنهام. توتنهام ما زال يعاني فنيا. أرسنال كان متقدم هدفين من دقائق مبكرة من المباراة وضيع الفوز من يده وخرج بتعادل 2-2 ومع تمرد مع كريستال بارس ومع تمرد اللاعبين كمان. يعني شفنا أشياء درامية خلال المباراة عند تغيير المدرب للكابتن الفريق شاكا، يعني خرج وسط استهجان قوي من الجمهور واللاعب حتى رمى قميصه. يعني وين المشكلة في الأرسنال؟ جات فترة يعني، ونتذكر يمكن احنا تحدثنا عنها مع واحد من أصدقائنا في دبي وهو مشجع أرسنالاوي قديم، زميل نيثن، وكنا نتكلم ونقول انه المشكلة في أرسنال، أرسنال لازم يمشي خلاص كفاية. لكن من يوم ما مشي أرسنال قلنا أول موسم ثاني موسم إلى الآن لازالت المعضلة كما هي. ما هذه هي النقطة، شخصية المدرب ولا شخصية النادي أو كالكيان بشكل عام؟ ما هو إحنا هنا نتكلم، يعني كنا بنتكلم تحت الهواء، يعني كنا بنتكلم عن النقطة هذه. يعني أرسنال كموقع جغرافي في مدينة لندن من أعرق المدن في بريطانيا، والنادي كمنشأة رياضية كاستقرار مادي يعني ما يعاني من أي حاجة بصراحة. يعني جمهور، في جمهور، ولكن أنا ممكن إذا عملت مقارنة بسيطة يعني مع جاره مثلا توتنهام، ألاقي أنه مثلا استقطاباته والتعامل مع الميركاتو مختلف. أشوف أنا مثلا توتنهام من ناحية تحضير الأسماء يعني أميز من أرسنال في التعاقدات. يعني هذه بالنسبة لي، يعني أنا أشوف يمكن هل هو يعني بخل من إدارة أرسنال في عدم الإنفاق وما يبغوا يجيبوا أسماء كبيرة وأسماء لامعة. يعني خلاص يعني بلاش ناخد المجازفات يعني في الكورة، وإنت تبى تتعاقد مع أسماء قوية، أسماء هذا إنك تبى تنافس، هذا إذا تبى تنافس. إذا أنت بتطل على مشروع أنك تبى تبني فريق، بس أنه خلاص إحنا عدينا المرحلة هذه، خلاص لا 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 يعني عدينا المرحلة هذه، ولكن أنت تبى تتعاقد لازم تتعاقد مع أسماء قوية رنانة زي مانشستر سيتي وليفربول بصراحة، لأنه هم يعني هدول يعني بدون فلسفة أتعاقدوا مع أسماء كبيرة قوية تقدر تعطيك الدافع القوي في التنافس على الدوري المحلي زاد أبطال أوروبا. يعني هو أنت الحين لو جينا نتكلم، هناك أندية تبني أوكي وتتعتمد أسلوب البناء، هناك أندية تحضر لاعبين على الجاهز. الأرسنال الآن أين يقع من العرب؟ لا هذا ولا هذا بصراحة، هذه يعني هذه إيوه. على الأقل مانشستر يونايتد يقول والله أنا نبغى نبني فريق أوكي، ولكن أرسنال صراحة أنا ماني عارف له ملامح يعني، ولا في تفريغ من النادي نفسه، ما بنشوف يعني منتجات من النادي نفسه. يعني بصراحة أنا أشوف إنه أرسنال لغز كبير يعني، وسبب إحباط لجمهوره. أتكلم عن فريق مثلا مانشستر يونايتد، يعني أخيرا فاز في المباراة رغم أنه الفريق ضيع ضربتين جزاء، يعني وشز يعني شيء غريب بصراحة. يعني لاعبين مفروض يعني تركيزه يكون أعلى من كده. سولشاير قال أنه ضربة الجزاء الأولى لم نكن نستحقها، وخيرا فعل راشفورد أنه أضاعها، كأنه يلمح أنه نتعمد إضاعتها. يعني ما أدري إذا قرأت التصريح هذا بشكل صحيح أنا. والله ما أعرف، ولكن ما أتوقع أنه لا أتخذ براعة المدرب الحارس الهولندي وما خاب ظني اسمه كرول، كرول حارس كرول. من حراس كان حارس حتى حراس المنتخب مخضرم، أيوه حارس مخضرم يعني، وحراس الممتازين كان يعني احتياطي كان في المنتخب الطواحين. منتخب مانشستر يونايتد يعني انا اتوقع انه لسه لحد الان يعاني من بعد أليكس فيرغسون، واحنا ما زلنا نذكر اسم أليكس فيرغسون. صحيح هذه أليكس فيرغسون الان كم سنه من يوم ما تقاعد ولا زلنا نقول يعاني من مشكله أليكس فيرغسون، يعاني من لعنه اصبحت لعنه. ما انا بربط مانشستر يونايتد باسم ايش نادي عريق ثاني اللي هو ميلان الايطالي. هذه الانديه عندها مشكله، يعني حقبه أليكس فيرغسون حقبه بيرلسكوني يعني كلا الفريقين ما خرجوا منها، يعني كانوا طبعا شيء تاريخ عراقة بطولات لاعبين عظماء. يعني انت تتكلم ما في منافس يدخل يلعب مع هذه الفريقين الا هو يعني يقول انا
يا رب اخرج ب يعني هزيمه لا تعادل مو ثقيل. تعادل هزيمه يعني خفيفه يعني. ولكن هنا نتكلم دحين طيب المرحله الانتقاليه دحين هل الاداره في مانشستر يونايتد وميلان بتعمل هذا الشيء؟ ميلان ممكن كمان نقطه مختلفه تماما لانه ملاك جدد جاءوا عليها. مانشستر يونايتد لا الوضع مختلف يعني الملاك هم نفسهم يعني الإدارة نفسها ولكن ما صار شيء اتغير يعني في الوضع هناك. فمانشستر يونايتد لازم يعرف يعني هل هو يريد المنافسة وهل يجب أنه يحدد أهدافه بصراحة لأنه أنا حاليا ما أشوف مانشستر يونايتد يقدر ينافس مانشستر سيتي وليفربول. الهيكلة الإدارية الكبيرة والملايين المصروفة وكل هذا على قولهم الهيلمان الكبير ومانشستر يونايتد غير قادر على تحديد أهدافه. أقول لك كمان أنه غير قادر إذا حقق إحدى المراكز الأربعة الأولى أقول هذه معجزة زي ما قال مورينيو لما قال أنا حققت المركز الثاني أعتبره أفضل إنجاز في تاريخ التدريبي. الراجل هنا كثير طبعا تريقوا وقال أنه هذا ببالغ في ردة فعله ولكن أنا أقول والله فعلا لأنه اللي بنشوفه من الأداء الركيك من اللاعبين مانشستر يونايتد يعني يدل على شيء ده زي لعيبة يعني أنت تشوف يعني توب سوبر ستارز يعني زي بوجبا أو بوجبا اللي كان في جوفنتوس وهنا أنا حط تحته بصراحة خطين هل هو بوجبا فعلا سوبر ستار ولا هل كان جوفنتوس هو أصلا فريق قوي محليا وخلى اللاعب بوجبا يبرز فيه. شوف إذا بوجبا استطاع أنه يبرز مع اليوفي ويظهر لنا جانب خرافي لبوغبا فمعناته أنه بوغبا لديه هذه الإمكانيات يعني لا أنا في نظري لا خلاف على بوغبا ولكن كون مانشستر يونايتد كنادي وكإدارة وكمدربين لم يستطيعوا إخراج ما أفضل ما لدى بوغبا يا أخي ديشامب أخرج أفضل ما لدى بوغبا وحقق معه كأس العالم. بوغبا كأس العالم بنفس جودة اليوفي ولكن ب على قولهم بتطبيق أو برزنتيشن مختلف. معناته هنا المشكلة عندنا تدل لنا على إيش؟ بيئة مانشستر يونايتد ما هي مهيئة إنه تخلي أي لاعب تاب سوبر ستار إنه يبرز. وهذا اللي شفناه يعني حاليا يعني اللعيبة كلهم البوتنشال حقهم وقف يعني راشفورد ومارتينز يعني كل اللاعبين هذا يعني وصلوا نقطة معينة ووقفوا عندها. أليكسيس سانشيز يعني ذهب لمانشستر أصبح إنسان مختلف لا هو اللي في أرسنال ولا حتى اللي في البرشا يعني ما أدري هذا إحنا بنتكلم على يعني حاجة غريبة. دي ماريا شوف دي ماريا ما بحقول لك قارنه بدي ماريا الريال قارنه بدي ماريا اللي في باريس سان جيرمان وأداؤه في هذا ممتاز. هنا أنا أقول لك أنا دحين لنقطة سريعة جدا طيب أحفظ النقطة هذه عشان لازم نطلع فاصل وبعد فاصل نكمل. أوكي. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم مستمعين الأعزاء ومكملين في المنصة مع الكابتن عادل دفتردار وحديث عن كرة القدم الأوروبية. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن البيئة وكنا حنبدأ نتكلم عن بيئة الأندية وكنت بتذكر مثال بمانشستر يونايتد. ما إحنا أيوة طبعا هنا بنتكلم إحنا إنه مانشستر يونايتد طبعا البيئة الغير يعني لما أي نجم يجي فيها يلاقي نفسه خلاص ما بيوصل بالبوتنشل حقته يعني قمة التألق حقه. ونعكس هنا نقطة تانية يعني الجانب الآخر تشيلسي حاليا مع لامبرد. أنا بصراحة من المعجبين بشخصية لامبرد صراحة. شخصية لامبرد وشخصية الفريق يعني هذه شخصية هو بقول لك انعكاس يعني أنا دائما يعني أشوف الفريق انعكاس للمدرب بصراحة يعني انعكاس للمدرب. المدرب يعني لما يكون أنيق في لبسه حتى في أنيق في لبسه والكرافتة وده تلاقيه يعني الفريق حقه أنيق يعني
يعني زي جوارديولا مثلا لما يلعب التيكي تاكا تلاقي اناقته وده زي كذا. فتلاقي بس برضو عندك ساري، ساري يعني يظهر بترينج الرياضه لكن بس ساري رايق جو ثاني ساري هو ده تعرف يطلع الفريق رايق زي. ولكن انا بالنسبه لي تشيلسي دحين يعني طبعا لامبارد اخذ مغامره كبيره في اللاعبين الصغار، يعني زي انت تتكلم مثلا ابراهام، تتكلم على موريس بلسيتش الامريكي اللي جاب 3 اهداف هاتريك في المباراه السابقه. يعني بصراحه يعني نجوم بيلعب بطريقه بعض الاحيان 4-2-3-1، بيلعب بعض الاحيان بثلاثه دفاع 3-4-3 بيغير من الطريقه. يعني هذه يعني يدل لك انه كعقليه لامبرد يعني بصراحه فاجأني، يعني الراجل بيقدم أداء عالي جدا. اللعيبة أعتقد يعني بعض اللاعبين بقول إنه سعداء معه، خاصة اللعيبة الصغار اللي بياخذوا فرصهم. في اللعيبة الكبار زي مثلا جيرو بين إنه ممكن احتمال إنه يمشي في الشتوية، نتكلم بعدين عن الانتقالات الشتوية مثلا الإشاعات اللي طالعة في سوق الانتقالات. ولكن أنا بشوف مثلا تشيلسي دحين حاليا مع لامبرت، رئيس تشيلسي خلاص لازم هنا تغير، يعني امسك المدرب ده بالضبط. يعني لمره واحده في حياته ابراموفيتش لابد ان يكمل، ان يبدا مشروع ويكمله هو ده، يعني يغير خلاص من الستايل او الطريقه السابقه بالضبط. يعني انت امسك في لامبارد لانه هو ولد النادي بصراحه، يعني وعنده عشق للنادي، فلا تفرط في المدرب هذا لانك حتندم لو فرط فيه بصراحه. واعتقد اكبر انديه حت يعني حتدور عليه يعني أكيد. هذا بالنسبة لي أنا يعني دوري الإنجليزي وأطوي صفحته يعني حاليا. طيب ننتقل للأسباني، الدوري الإسباني. ذكر بالترتيب، في المركز الأول غرناطة ب20 نقطة، والمركز الأول مكرر أيضا أو المركز الثاني أيضا أتلتيكو مدريد ب20، برشلونة الثالث ب19، ريال سوسيداد وليس مدريد ب19، إشبيليا أيضا ب19، ثم ريال مدريد في المركز السادس ب18 نقطة، وفي المراكز الثلاثة الأخيرة من الأخير ليغانس، قبله إسبانيول، قبله بيتيس. غرناطة غرناطة أنا في بحكيك قصة حلوة كده. يعني كنت بشوف مقال عن فريق غرناطة والمدينة يعني حاليا غرناطة يس. يعني قصته بصراحة حلوة جميلة جدا، يعني حاليا يعني الجمهور بيحلم، يعني هل يكون غرناطة هو ليستر يعني بالضبط ليستر إسبانيا يعني غرناطة. فالفريق يعني بتكلم لك عليه، هو ترى على فكرة يعني الأونر حقه المالك صيني، يعني طبعا الصينيين غزوا الكرة الأوروبية يعني وشايفين. ولكن اللي يعجبني في المالك الصيني هذا أنه تارك الأمور الفنية للمدير الفني والمدرب، وهذه الصراحة دحين بنعكس عليها النتائج اللي بنشوفها حاليا. الفريق صعد أتاهل يعني صعد الدوري الممتاز السنة اللي فاتت، وحاليا بيقدم مستوى جدا عالي، يعني جمع تقريبا 20 نقطة يعني من 10 مباريات تقريبا. يعني الفريق بيقدم مستوى عالي جدا، ما غير في هيكلة الفريق. يعني المدرب الشاب الصغير اللي هو اسمه دييغو مارتينيز، على فكرة دييغو مارتينيز عمره 38 سنة، واكتشفوا مين؟ مانشي اللي هو المدير الفني حق إشبيليا، وكان من ضمن الكوادر الفنية لنادي إشبيليا، وبعدين راح أوساسونا سوى تجربة هناك، وحاليا دحين ناجح مع فريق غرناطة. فيعني معروف انه هذا المدرب حسب ما سمعت انه راجل محب للعمل حقه، بيشتغل 24 ساعة في اليوم كورة. فغير كده احنا بنتكلم مثلا ميركاتو حق غرناطة تقريبا كلف حسب ما سمعت 7 مليون يورو. طبعا انت تقول يعني هذا يمكن اقل من واحد بس من محترفين الاجانب في دورينا السعودي، او بلاش نقول يمكن راتب احتياطي في برشلونة. ما هو ده لسه بتكلم يعني الرواتب حقت فريق غرناطة يقول ثالث اقل رواتب في الدوري الاسباني، ويقول لك ما تغطي راتب ميسي. اتخيل لاعب واحد ميسي.
بس حرام حتى تقارنه بميسي، يعني ممكن نقارنه بأحد من اللعيبة اللي موجودين في دورينا يعني. ما هذه هي، احنا نتكلم، احنا اذا حنتكلم على غرناطة اللي في المركز الاول، نتكلم على السياسة حقت انديتنا اللي تحب تصرف. يعني بصراحة هنا لازم تتعلموا من الاندية الاوروبية اسلوب السياسة كيف تتعامل في الميركاتو. اذا جوفنتوس بطل ايطاليا دائما يصيد اللعيبة الفري ايجنت، صح، متخصصين يصيدوا السوبر ستارز الفري ايجنت. اي بالضبط، سوبر ستار ما لم يجدد ناديه عقده يتدخل اليوفي ويخطف. فليش انت نادي السعودي فلان فلان تدور على لاعب يكلفك ملايين، يعني تصرف عليه ملايين وجابه من دوري مثلا ما هو قوي وما هو معيار ليك؟ انا بالنسبه لي المعيار الحقيقي لل يعني كلاعب الدوري الانجليزي الايطالي الاسباني، يعني هذه بالنسبه لي، الالماني بالنسبه لي معايير، انا بوجهه نظري طبعا، طبعا ممكن الناس كثير تختلف معايا، ولكن انا هنا بنتكلم على سياسه الانتقالات وانا حنتكلم عليه برضه في نهايه الحلقه ان شاء الله. ولكن انا بتكلم لك هنا يعني هذا نادي غرناطه، فهل يكمل المشوار؟ الله اعلم، يعني حنشوف طبعا في سابق الايام، خاصه انه دحين عندنا مباراه برشلونه وريال مدريد كانت الكلاسيكو اتاجلت بسبب امور سياسيه. كلاسيكو كان مفروض كلاسيكو الارض كان المفروض انه يحصل، ولكن ما حدث في برشلونه من مظاهرات سياسيه. ولكن في عنوان قوي جدا حاصل دحين في الدوري الاسباني، وهو اعلان عوده ابرا الاسطوره زلاتان ابراهيموفيتش لاوروبا. في اي نادي تتوقع راح يروح؟ هنا السؤال اللي يطرح نفسه. انا ما اشوفه بصراحه في برشلونه نهائيا، ايوه يعني صعب جدا صعبه يعني، ولا في ريال مدريد، وما يتناسب مع زيدان، ما اتوقع انه يتناسب مع زيدان بصراحه، يعني زيدان يبغى بوجبا يعني ما يبغى بالضبط يعني هذا هو. ما اشوف انت اذا بتحاول تفرض لاعب حتى مهما كان كبر اسمه تفرضه على مدرب وهو يريد لاعب اخر، هذه فاشله قبل ان تبدا. غرناطه يعني ممكن يكون حلم كبير، والله يسويها يعني ممكن يكون حلم كبير. اعتقد انه اقرب للاتلتي. انا اشوف يعني مثلا غرناطة يصير زي اسطوره مارادونا مع نابولي، يعني هذا شيء جميل جدا بصراحه. ولكن انا زي ما تفضلت يعني اتلتيكو مدريد هو التارجت الاقرب بصراحه والهدف الاقرب يعني. يعني عندي اسباب، ولكن حاب اسمع انت رايك ليش. انا بالنسبه لي رايي يعني ليش اتلتيكو مدريد، لانه دييغو سيموني يعني مدرب شرس ويحب اللاعبين القتاليين والايش اللي يحرس الملعب بصراحه يعني بالعربي يعني يحرس الملعب. فهو يبغى هذه الكواليتي والجوده اللاعب اللي يمتلكها. هو عنده دييغو سيميو دييغو كوستا، ولكن عنده موراتا كمان، ولكن ما اعتقد موراتا اعتبره انا يعني تحت خطين اليف، يعني ما هو اللاعب اللي دييغو سيموني يبغاه يعني. ولكن طبعا الحلم اللي اشوفه مثلا اتلتيكو مدريد هو دييغو كوستا يكون معاه مين رفيقه زلاتان ابراهيموفيتش. بصراحه اشوف يعني هذا الثنائي الاثنين مع بعض يعني يعني يعطي ادفانتج قوي جدا لدييغو سيموني انه ينافس على الدوري وممكن ينافس على ابطال اوروبا بصراحه. يعني يعني هو حلم يعني ابراهيموفيتش يعني بالنسبه لي العمر فقط رقم يعني وخلاص، طفش من الدوري الامريكي يعني. هي 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 يعني خلاص يعني. وهو قال يعني. هذا هو ينتقل من مكان لمكان يعني عنده هدف معين، اعتقد انه هدفه انه لا هو قال 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 انه لو انا مشيت من الدوري الامريكي ما حد حيفتكره يعني بالضبط. لكن شوف هو كشخص عنده رغبات وطموحات يحاول يحققها في مكان من مكان الى مكان اخر، يذهب للدوري. انا صراحه يعجبني الشخص اللي يبحث عن النجاح في اماكن متعدده. طيب اسمح لي كابتن عادل، عندي مداخلة لحدث اليوم ذو علاقة بحدث بيحصل الآن تحت مظلة جمعية رعاية اللاعبين. معايا زميلي الإعلامي محمد النعمي. أخوي محمد مساك الله بالخير. ألو. أيوة أهلا، حياك الله أبو حميد، كيف حالك؟ تمام أبشرك، كيف حالك يا كابتن أستاذ محمد؟ الله يبارك فيك وسلم. وحي ضيوفك الكرام، معايا الكابتن عبد الله فوال الان. انعم واكرم. واحنا في المناسبه الساميه اللي بيقيموها قيمه جمعيه الرياضيين بجده، والهدف منها دعم الكابتن خميس العيران اللي بيمر مرح بحاله يعني مرضيه، ونسال الله له الشفاء العاجل. امين اللهم امين امين. فعندك الكابتن عبد الله فوال لاعب نادي الاتحاد السابق، واللي ياما نشر الفرح في المدرجات الاتحاديه
لاعب هداف اكيد اكيد وغني عن التعريف ملك ال18. نعم 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 سهل. معنا الكابتن عبد الله فوال ملك ال18 انا اسميك كابتن عبد الله. مساك الله بالخير. هلا حبيبي. الله يسعدك. الله بالنور. الله يسلمك. كيف امورك ان شاء الله؟ طيب والله. وشاكرا لك يعني مداخلتك معنا في المنصه لنا الشرف. الله يسلمك. واجب هذا. الله يسلمك كابتن عبد الله. يعني في الفتره الماضيه يعني انا من الاشخاص اللي جدا سعيده بالاحداث اللي تقوم بها جمعيه رعايه اللاعبين. ويعني طبعا يمكن نحن او الجمهور كثير من الجمهور لا يعلم ما هي الاحداث الاخرى وما هي الاهداف منها. فيريد تحدثنا عن اجمالي الاحداث والمناسبات اللي والفعاليات تقوم بها الجمعية وكيف ممكن كجمهور احنا نشارك فيها. والله ما في شك انه هذا شيء يعني الواحد يعتز فيه ما بين جميع اللاعبين يعني على قدم وساق في تجمعهم ومساندتهم لزملائهم اللاعبين. خاصة تعرف انت يعني احيانا اللاعب يلعب كورة وينتهي عمره في الكورة وللأمانة ما أمن مستقبله ولا مستقبل أبنائه وتصير ظروف أحيانا غير 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 مباشرة يعني. فالجمعية من أولوياتها أنها هي دائما بتشوف ظروف اللاعبين وتشوف إيش الإمكانات مساعدتهم وطبعا بتروح لرجال الأعمال اللي عندهم يعني تعرف كل الشعب السعودي شعب يعني كريم ومعطاء فهذه الأشياء كلها تعتبر دعم للجمعية ودعم للاعبين ودعم للناس اللي في حاجة في أنه يكون الدعم يوصل لهم. فالجمعية يعني بالأمانة طبعا بتقوم بأدوار كثيرة يعني من ضمنها الأشياء اللي ذكرتها. طيب كابتن عبد الله يا ريت يعني تقول لنا وللجمهور كيف يقدر يكون أو ممكن يكون لهم دور في المساهمة. يعني هناك بعض الأشخاص يعني يتربطهم علاقة عاطفية بكثير من اللاعبين القدامى وقد يكون هؤلاء اللاعبين لديهم ظروف يعني يمكن بعضها معروف وبعضها غير معروف. كيف إحنا ممكن كأشخاص عاديين إن إحنا نساهم؟ والله ما بشك إنه هذا شيء هذا يعني شيء طيب منك إنك سألني السؤال هذا وهذا المفترض إنه الجميع يساهم في 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 أمور زي هذه. أنا أعتقد إن الجمعية مقرها في جدة هنا. صحيح. وطبعاً في على يعني الناس اللي على قولهم يعني قاعد يتفرج أنا أخوه عشان كذا. معانا لكن قلبك في الملعب. جاي وقاعد يتفرج وخلتني لقطة حلوة. هذا قدامي الكابتن خالد قهوجي وإبراهيم عزازي يعني مجموعة كبيرة. كبيرة يعني ما شاء الله. بس على الجول اللي جابه تو خالد. عاد ما يحتاج ما دام خالد قهوجي جاب هدف أكيد يعني ما لومك ما إذا نسيتني عاد على هو. لا بالعكس حبيبي. لكن مقرها في جدة وأنا أعتقد إنه الأستاذ مختار الظاهري يعني الناس اللي ما شاء الله كان معانا في الإذاعة صح كان معانا في الحلقة. فهو أي واحد يبغى يساهم ولا شيء في التواصل يعني دحين الأمور أسهل يعني تعرف. لو دخلت انت على اي موقع في السوشيال ميديا حسابات موجوده يعني يقدر الواحد يساهم بطريقه يعني اللي يقدر عليها. وهذا شيء طيب يعني انا اعتقد المجتمع السعودي يعني يهتم بالامور هذه. فالوصول للجمعيه ولا العناوين يعني سهل انك توصل لها يعني. طيب كذا على السريع اخيرا كيف توقعاتك للديربي الغربيه ديربي البحر؟ والله انا اول مره في حياتي يوم ما انا يعني عرفت كره القدم وانا الديربي هذا ما هو زي الديربيات السابقه للامانه. انا شايف انه الاتحاد في مستوى جدا غير لايق نادي الاتحاد والاهلي كذلك يعني المستويات اللي يقدموها يعني غير لايق لا لتاريخهم ولا الجماهير طموحات الجماهير يعني انا ما ادري ايش الموضوع صاير فيه صراحه للامانه شيء مزعج ويعني متعب حتى للجماهير يعني الأمانة. تعرف أنت الاتحاد والأهلي دائما يعني نموذج للدربيهات ونموذج للأندية السعودية الكبيرة إذا ما كان الخليجية. فالوقت الراهن يعني أتمنى إن شاء الله يرجعوا عن طريق الديربي هذا بإذن الله يعني أتمنى لأنه الاتحاد لا بيقدم مستوى ولا نتائج ولا أهلي كذلك لا بيقدم مستوى ونتائج يعني أحيانا
النتيجة في علم الغيب دائما، أنت تسوي اللي عليك وكذا، لكن تقدم مستوى، تقدم مستوى يعني شيء يليق بيك كنادي كبير وكذا. أنا ما أشوف الاتحاد في الوقت الراهن بيقدم مستوى، ولا بشوف الأهلي بيقدم مستوى. إن شاء الله أنا أتمنى إن شاء الله عودة مستوياتهم في مباراة الديربي هذا، لأن مباراة الديربي تعني للفريقين وانت يعني صحيح. الاتحاد بينغلب من أندية غير في مستوى الاتحاد من ناحية إمكانيات أنا أتكلم، والأهلي كذلك. يعني هذا شيء ما هو مفترض يصير، يعني مفترض أنك أنت إذا انغلبت من أنا كاتحاد انغلبت من الهلال من النصر من الأهلي، أنا مستويات هذه هي، لكن في أندية بعيدة المستوى عنك يعني. طيب توقعاتك بالأرقام؟ الأرقام أتوقع والله ما في توقع، بس أتمنى أن تكون برا يعني على قولهم الهدوء الذي يسبق العاصفة فنيا. أتمنى إن شاء الله، لأنه صراحة الاتحاد قلت لك ما بيقدم مستوى، والأهلي ما بيقدم مستوى في أغلب المباريات اللي لعبوا إذا ما كانت كلها. فأنا أتمنى أن تكون عودة للاتحاد والأهلي، لأنه في النهاية نحن تتفرج يعني على مباراة ديربي اتحاد وأهلي تاريخ، يعني تتفرج على متعة كروية. صحيح. يعني مجرد يعني أنا والله يكون اتحاد ما في شك إني أتمنى يفوز الاتحاد، لكن أتمنى إن نشوف مباراة حلوة مستوى جميل. أيوة هذا الكلام، إني أشوف مباراة تليق بالكرة السعودية. كابتن عبد الله فوال أشكرك صراحة، وفي انتظارك في القريب العاجل في استهاداتنا في المنصة في ألف ألف. حبيبي أتشرف بيكم. شكرا لك يا كابتن عبد الله، يعطيك العافية. الله يسلمك. طيب حبيبي. شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه مداخلة الكابتن عبد الله فوال والإعلامي الزميل محمد النعمي. أترككم لفاصل وأعود بعد الفاصل. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في المنصة، وحديثنا مستمر مع ضيفي اليوم الكابتن عادل دفتردار عن كرة القدم الأوروبية، وننتقل إلى الكالتشو، إلى سيريا آ، إلى الدوري الإيطالي، جنة كرة القدم. ونذكركم بالترتيب، لازال اليوفي في المقدمة ب 23 نقطة، في المركز الثاني انتر ناسيونالي ميلان ب 22 نقطة، المركز الثالث أتلانتا ب 20، الرابع نابولي ب 17، خامسا روما 16، لاتسيو السادس أبحث عن ميلان تجده في المركز الثالث عشر بعشر نقاط، وأكيد ضيفي زعلان في المركز الأخير من قاع الترتيب سامبدوريا قبله سبال وبريشيا. كابتن عادل، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يوفنتوس في المركز الأول لكن فرق نقطة. طبعا نشوف، نتكلم احنا الدوري الإيطالي زي الدوري الإنجليزي بالضبط. الدوري الإنجليزي عندك مان سيتي، وعندك مان سيتي طرف ثابت تقريبا دحين سار، واليوفي طرف ثابت في الدوري الإيطالي حاليا دحين المان سيتي مع ليفربول. في الدوري الإيطالي كان سابقا نابولي، ونابولي جاته فرص ذهبية بصراحة، إنه كان يقدر يجيب الدوري يعني خلاص يعدي حقبة مارادونا ويجيب الدوري يعني في الألفية الجديدة، بس أعتقد حاليا ضاعت منه خلاص فريق نابولي، لأنه إنتر ميلان دخل بمشروع قوي جديد مع الملاك الصينيين، جاب أنتونيو كونتي، استقطب لاعبين كبار نجوم أقوياء على مستوى عالي جدا، إنه دحين حاليا هو حيكون الطرف المنافس لفريق يوفنتوس. ولكن طبعا في الأخير لا صح إلا صحيح، أعتقد إنه يوفنتوس فاز على إنتر ميلان برضو، يعني لسه ما أقدر أقول ممكن بدري على أنتونيو كونتي إنه كنتي تعرف. شوف أنا لازم حدافع عن كنتي، يعني كنتي لسه المرة الأولى التي يحقق فيها الدوري الإيطالي، حقق الكالتشيو من قبل مع اليوفي، ليس طبعا احترام لإمكانيات لاعبي انتر ميلان، ولكنها ليست بنفس إمكانيات لاعبي يوفي، ولكن
احنا شفنا كونتي ايش سوى مع منتخب ايطاليا في الامم الاوروبيه قبل عده سنوات. خلق من منتخب يعني مع احترام اللاعبين الموجودين فيه يعني ليسوا افضل من يمثل الكره الايطاليه اغلبهم في ذلك الوقت. خلق منهم فريق وحش. ما هو هذا لازم هنا دحين نتكلم. احنا يعني المسؤولين في فريق انتر ميلان ما استعجلوا على النتائج. يعني هذا لسه يعتبر المشروع الحقيقي الاول يعني مع انتونيو كونتي. يعني انا بقول مثلا خلاص يعني الفتره الذهبيه اللي عاشوها مع مورينيو مثلا انتر ميلان ممكن يعيدوها مع انتونيو كونتي، ما استبعد. ولكن هنا لازم يكون في صبر عشان لا يصير نفس العمليه تخبطات مع زي مانشستر يونايتد زي ميلان. نعيد ونكرر في الاسطوانه هذه. ولكن انتر ميلان يعني حاليا دحين نتكلم احنا يعني انهزم من فريق جوفنتوس، كانت عنده فرصه انه يرجع يتصدر الدوري مره اخرى، ولكن تعثر وتعادل مع فريق بارما اذا ما خاب ظني في الجوله السابقه. اتعادل مع فريق بارما 2-2 وفريق جوفنتوس اتعثر مع ليتشي كان 1-1. طبعا الفريق دحين جوفنتوس بيعيش كمان شيء جديد. يعني دحين كريستيانو رونالدو اذا يعني هو سوبر ستار يعني، ولكن يعني دحين زي ما اعتقد انه في عمليه انه في تدوير انه ساري يبغى يكون رونالدو جاهز 100% لابطال اوروبا، فبيريح رونالدو في الدوري ويعطي فرص للعيبه الثانيين اللي هم ديبالا عنده يعني هيغوين. رونالدو ليس من اللاعبين ترى اللي يحب الراحه، واعتقد انه لا يعني ليس لاعب يتقبل مبدا التدوير. يعني ما هو لازم يكون عنده فكره انه لازم انت عندك في يعني زخم في الهجوم اليوفنتوس لازم يعني يتقبل دوغلاس كوستا كوادرادو وديبالا إيغواين يعني بالضبط. فلازم هو يعني رونالدو لمصلحة الفريق ولمصلحته العامة، على أساس إنه الهدف هنا الهدف الكبير لازم يكون هو إيش أبطال أوروبا. يعني إحنا بنتكلم هنا دحين بين إنتر ميلان وبين يوفنتوس، إيش الأهداف حتكون بينهم؟ انتر ميلان ايش يبغى بالضبط ويوفنتوس ايش يبغى بالضبط؟ هنا نتكلم يوفنتوس احنا عارفين الهدف الرئيسي حقه هو ابطال اوروبا. انتر ميلان ايش هدفه؟ فهنا الفاصل بصراحه، هل هو الدوري المحلي ام ابطال اوروبا؟ انا اتوقع انه ممكن الدوري المحلي. المنطق يقول الدوري المحلي بالضبط. انا هو دائما يعني. طيب غير كذا في الدوري الايطالي نابولي ايضا حال غريبه بالنسبه لي صراحه. يعني ما أدري، أنا أعتقد نابولي نادي عايش على الماضي على ذكريات مارادونا غير القادر على تحقيق شيء. ما هو للأسف نابولي أنا قلت لك جاته فرصة ذهبية إنه ممكن كان يحقق البطولة، يعني بصراحة كان يقدر يخطف البطولة من فريق جوفنتوس، وجاته فرصة مع أيام ساري ولكن ضاعت خلاص. على قولهم النافذة دي كانت مفتوحة وقفلت خلاص. يعني ما يقدر أتوقع دحين مع عودة إنتر ميلان مع الظهور القوي لفريق أتلانتا اللي بصراحة أنا مستمتع بأتلانتا مع مدربه غاسبريني اللي يلعب دائما ما يتخلى عن مبدأه ويلعب دائما طريقة الثلاث الدفاع خط دفاع مكون من ثلاثة لاعبين ثلاثة تقريبا 3-4-2-1 وبعض أحيان 3-4-1-2 يعتمد على عناصر الهجوم اللي عنده يعني متوفر عنده إيليتش اللي لاعب أعتبره يعني من اللعيبة جدا مميزين. غوميز كان قريب من الدوري السعودي على فكرة غوميز غير غوميز اللي لعب زاباتا موريال الكولومبيين الاثنين. يعني شوف أتلانتا دحين بيلعب مغامرة حلوة في أبطال أوروبا أول مرة يعني سابقة جديدة ترى. على فكرة فريق أتلانتا من أحسن أكاديميات إيطاليا في إنتاج اللاعبين. يعني أنت تشوف العناصر اللي عند أتلانتا كلاعبين صغار يعني من أفضل العناصر اللي تلاقيها. يعني الأكاديمية أنا أشوفها ما تقل عن أكاديمية برشلونة وأكاديمية أياكس بصراحة في إنتاجية اللعيبة الصغار في أتلانتا، مع فارق الإمكانيات طبعا المادية الموجودة طبعا عند أتلانتا عند أياكس وبرشلونة. ولكن يعني رغم أنهم فريق أتلانتا انهزم كل الثلاث مباريات في أبطال أوروبا، ولكن الفريق ما فقد تركيزه في البطولة المحلية. يعني بينافس على المركز الثالث، يعني عنده تارجت انه برضه يوصل لابطال اوروبا السنه اللي فاتت. طبعا كعائد مادي طبعا انت تتكلم طول استمرارك في ابطال اوروبا السبونسر حقك هيعلى الراعي وطبعا المبالغ الدخل كله هذه حتعلى عندك.
فهنا هذا التارجت حق اتلانتا نتوقع يعني جاب ينافس على الدوري الايطالي خير وبركه، ولكن التارجت حقه يكون من ضمن الاربع مراكز او اربع الاوائل. في قصه اخرى في الدوري الايطالي كنت بتذكرها مع تياغو موتا. يس تياغو موتا، يعني تياغو موتا دحين عارفينه احنا كلاعب، هو لاعب برازيلي اصول برازيليه، لاعب ايطالي اصول برازيليه، لعب فريق برشلونه وحقق ترى انجازات يعني بطولات هناك في فريق برشلونه، بعدين راح لجنوة، من جنوة عاد اكتشف نفسه وراح لانتر ميلان، عاش الحقبه الذهبيه مع مورينيو من ضمن يعني البطوله الثلاثيه اللي كانوا من ضمن الابطال الثلاثيه الشهيره الشهيره بالضبط. فبعدها راح لباريس سان جيرمان. تياغو موتا طبعا اتدرب مع مدربين كبار، حاليا هو دحين مدرب، طبعا بدا مسيرته حاليا كمدرب ورجع لفريق جنوة. يعني هنا فريق جنوة طبعا هو بيعاني في الدوري الايطالي المركز 17، نحن حاليا في المركز 17 بيعاني في الدوري الايطالي، فقالوا ليش ما نسوي مغامره نجيب هذا اللاعب الحين حاليا هو مدرب شاب تياغو موتا ونخليه مدربنا الفريق الاول مغامره. انا اتوقع لانه في مقالات طلعت عن تياغو موتا انه بيلعب بطريقه 2-7-2، حارس مرمى 2 دفاع 7 منتصف 2. طبعا احنا احنا مخيلتنا دحين لا الحارس مرمى هو فيه ترى على الفكره 2-7-2، لانه 2-7-2 كم مجموعهم 11 لاعب مظبوط. اوكي فين الحارس المرمى؟ فين محله في يعني ما هو موجود في المرمى، هو في وسط الميدان. هذا تفكير تياغو موتا انه الاظهره يطلعوا يساندوا في خط الوسط، ما يبقوا الا قلوب الدفاع تقريبا لاعبين، خط الأظهرة الأطراف يكملوا مع الوسط، والحارس المرمى يكمل مع الوسط، فيكونوا تقريبا هناك 7 لاعبين واثنين مهاجمين، فاثنين 7-2. الفكرة حسب ما سمعت إنه تياغو موتا إنه يقول طالما إنه أنا عندي استحواذ وأعمل ضغط عالي على الفريق المنافس ويكون الفريق يعني عناصري تلعب بطريقة سلسة السهلة، وهي الأصعب شيء في كرة القدم اللي هي التمرير والتحرك بدون كرة والتحرك من كرة والاستلام والتسليم، فهذه الأمور بسيطة اللي هي تعتبر صعبة على فكرة. يعني بعض اللاعبين عندنا يعني عندنا احنا أمثلة كثيرة لعيبة تفلسفوا ما لا يجيد التحرك بدون كرة بالضبط، فهنا هي مغامرة. ويعني إيه طبعا تهكه يعني كلام طبعا يعني الأسبوع الجاي المباراة القادمة اللي حابب يشوف إنه الكلام هذا حقيقي ولا لا. مع يوفنتوس لا أنا شايفها هذه ما فيها كلام. وعلى فكرة أول مباراة لي رسمية كان مع جنوة، لعب مباراة مع فريق فاز فيها 3-1 فاز فيها 3-1 ضد بريشيا. الثلاثة التغييرات اللي عملها كل لاعب اللي نزل جاب هدف، هل هي مصادفة الله أعلم، ولكن تغييراته كلها كانت يعني ناجحة 100% لأنه كل لاعب نزل جاب هدف. طيب نطلع فاصل مستمعينا الأعزاء ونرجع لكم بعد الفاصل ونكمل مع الكابتن عادل دفتدار. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم في المنصة مع الكابتن عادل دفتردار وحديث عن أبرز أحداث كرة القدم الأوروبية. توقفنا عند الدوري الإيطالي وننتقل يعني إحنا قاربنا على فترة الانتقال، فتح باب الانتقالات الشتوية، الميركاتو الشتوي. يعني الميركاتو الشتوي مختلف بعض الشيء عن الفترة الصيفية. النجوم أغلبهم بيكونوا موجودين في دورياتهم، نادرا ما تلاقي لاعب سوبر ستار يتحرك من مكان لآخر، ولكن حتى المدربين، ولكن هناك على قولهم لاعبين فري ايجنتس، يعني ما هم مع أي نادي، وممكن أو إنهم ممكن يتحركوا وينتقلوا من النادي اللي هم الموجودين فيه. تحدثنا عن توقعاتك بالنسبة للفترة القادمة. والله طبعا نتكلم عن الحين نقطة جديدة كده، سوق الانتقالات، يعني تحليل لسوق الانتقالات
مثلا نتكلم عن تقول لك مثلا ريال مدريد عندك زيدان، انا ما اتوقع انه كان ايش يسموها يعني ما كان مقتنع بطريقه وسياسه بيريز في سوق الانتقالات، لانه كان ومصر ومعاند على لاعب واحد اللي احنا عارفينه بوجبا، وصارت مشكله وطلعت في الصحافه انه كان ما يبغى جاريث بيل. يعني كانت انا بصراحه اشوف انه اسلوب تعامل زيدان مع جاريث بيل كان ما هو بصراحه شيء كويس، ما يعني في احترام لل ما هو احترام، ما في احترام مهما كنت انت اسطوره، بس ما تسوي بالطريقه دي، خاصه انه لاعب ساهم معاك في ابطال اوروبا مع انجازاتك 3 مرات حققها معاك، كان من العناصر المهمه ليك حتى ممكن اصاباته كثيره، ولكن ما هي اسلوب المعامله اللي تتعامل بها مع نجم زي جاريث بيل. وهذا اللي خلى جاريث بيل انه كان يفكر وعند وطلع وكيله حتى هاجم زيدان علنا يعني في طريقه تعامله مع اللاعب. فجاريث بيل دحين طبعا هو بيبدع مع فريق ريال مدريد على فكره، بيقدم مستوى ممتاز، ولكن انا اتوقع في داخل اللاعب برضو في جرح يعني، واللاعب اعتقد عنده تارجت انه يرجع انجلترا او انه يروح للدوري الصيني، اللي هو طلع اشاعه انه يروح للدوري الصيني، طبعا مبلغ وقدره يعني اتوقع هيكون جاريث بيل اعلى. انا اشوف انه بدري جدا عليه انه يروح الدوري الصيني. ما هو احنا بنتكلم هنا الدوري الصيني، يعني انت هتروح الدوري الصيني ليش؟ هتروح الدوري الصيني عشان ايش؟ الفلوس يعني اكثر، يعني هذه المال هو ناقص فلوس، هذا هو يعني احنا نتكلم، ما في تاكس اعتقد هناك وما في ضرائب يعني ممكن والله اعلم، يعني هذه احدى الاشياء عنده، بيقول ريال مدريد بين فيه وهذا، وغير كده انه بوجبا يعني اتوقع مانشستر يونايتد، والله انا اشوف انه حاليا مانشستر يونايتد ممكن يقول لي بوجبا تقدر تمشي، خاصه اذا جاء المبلغ اللي هم يبغوه حيقولوا تقدر تمشي. انا ما استبعد الشيء ده من مانشستر يونايتد يعني حاليا مع التغييرات اللي بتصير، يعني هذا بالنسبه لي انا لريال مدريد. انا بشوف كمان عندك انتر ميلان، ما زال انتوني كونتي بيدور على اللاعب لاعبين في الخط الوسط، هو يلعب بطريقه 3-5-2 تقريبا، بيزال يدور على لاعبين كواليتي مختلفه، بيدور انا حسب ما بنشوف الاخبار هذا انه ارتولو فيدال احتمال كبير لاعب برشلونه، وركاتيتش حتى طلع تعلق اسمه بميلان دخل في السباق يعني يبحث عن الاثنين بالضبط، لانه حاليا انت شفت لاعب وسط برشلونه خلاص ارثر وديونغ ثبتوا نفسهم بصراحه، اثنين يعني بصراحه ميكس جميل جدا يعني صح. لاتيني اوروبي يعني برازيلي هولندي يعني ثبتوا نفسهم بصراحه، وصعب انه فيدال راكيتيتش يعني يلعبوا كبدلة، وهم طبعا يعني هم بالنسبه لهم هم سوبر ستارز يعتبر، فما حيرضوا بالشيء ده، ويعني مستعدين انهم يروحوا يشوفوا مغامره جديده، فطبعا فريق زي انتر ميلان ما حيقولوا لا يعني اتوقع يعني جدا. يعني عندك في ارسنال طبعا بدا السيناريو الدراما، يعني يمكن المدرب اول ضحيه، يعني المدرب اول ضحيه ابيدال لا اوباميانغ معلش ابيدال احنا عايشين الزمن اوباميانغ اعتقد طلع بتصريح قال اذا انه ما تأهلنا لابطال اوروبا انه احتمال ما هستمر مع ارسنال، وهذا الشيء اللي كان يعني مو ناقصه في جمهور ارسنال بصراحه، وإن كان جمهور أرسنال ممكن يعني مستعدين يقولوا أي لاعب خلاص أمشي يعني تمشي خلاص يعني ما في نتائج ما في أي حاجة يعني وصلوا لمرحلة إنه خلاص ما فارق أو تبلد يعني. بالضبط طبعا هنا نقطة نوصل لنقطة زلاتان، إذا كان في احتمالية كبيرة إنه يجي إيطاليا، وكان في دي لورنتي طبعا معروف لورنتي في عالم السينما رئيس نابولي هذا اللي نتكلم عليه، يعني كان اتوقع انه مشروع حلو كان انه زلاتان يجي نابولي كمشروع جديد لنابولي، ولكن الدروب اللي سواه يعني سواه زلاتان على الهواء انه قال ايش هولا اسبانيا يعني انه انا تلميح على الاسبان فمعناته انه حيجي اسبانيا زي ما تكلمنا سابقا في خلال الدوري الاسباني، انتهى من مغامره الدوري الامريكي وبيغير بالضبط. في مهاجم صاعد دحين حاليا في اوروبا، يعني مهاجم اعتقد انه يعني انديه كبيره النرويجي هالاند مهاجم عمره 19 سنه بنية جسمانيه ما هي طبيعيه، يعني اللاعب احصائياته طالع في احصائياته، وهو يعني بشوفه حتى في ابطال اوروبا بيسجل اللاعب يعني جدا جدا مميز. سمعت انه في تنافس يعني نابولي يبغاه،
سمعت مانشستر يونايتد دخل في الخط يعني لاعبين النرويجيين مانشستر يونايتد زي مين؟ سولشير. بس معليش يعني هل هذا الكلام معناته واللي تكلمنا عنه في عملية البناء والمستقبل والكلام هذا كله هل هذا معناته انه أولي راح يستمر مع اليونايتد كمان سنتين ثلاثة ثانية؟ هنا الغموض يعني يتحدثون عن البناء والمشروع. انت كمشجع لمانشستر يونايتد ايش تتمنى؟ هل ترى انه مفروض يستمر ولا يغيروا مدرب؟ شوف اذا انا لست ضد عملية البناء وانه يكون في مشروع وانه احضر لاعبين صغار وبناهم، ولكن اول شيء ابغى اعرف نوعية هذه اللاعبين الصغار، هل هم لاعبين بوتنشل او مستقبل يكونوا سوبر ستار لليونايتد؟ هذا رقم واحد. والمدرب اللي بيديرهم، أولي إلى الآن لم يقنعني كمدرب لا في قدراته على بناء فريق. يعني أنت بتقول بتبني فريق مو معناته تجيب لاعبين صغار أوكي وتكدسهم وتنزلهم يلعبوا وبعدين تقول أنا أبني فريق، لا، هذا ليس بناء فريق. لازم أشوف عمل. يعني لايبزيغ مثلا مثال، بدأ بالموسمين أو الثلاث المواسم الماضية بلاعبين صغار، اللاعبين هذول خرجوا تحركوا من الفريق، أحدثوا نقلة في الفريق، أحدثوا عملوا قصة في الفريق ومع مدربهم اللي أعتقد كان هانس هوتل أعتقد أو يعني في سيناريو، في خطوات، في سيناريو، في خطة، في طريقة. هنا عشان كده أنا أتكلم معاك، مانشستر يونايتد لازم يغير سياسته ومين اللي يدير الميركاتو حقه. بصراحة أنا أشوف إنه لازم يجيبوا شخص مدير فني جديد، يعني أحد يمسك هذا إيد وودورد ما يتنازل. وأتكلم في أكثر من مرة إنه لن يتنازل وأنا أتنازل عن باها، خلاص إنه ما عاد في وقت. فمستمعين الأعزاء أشكركم جدا على الاستماع لحلقتنا اليوم في المنصة، وكان ضيفي اليوم الكابتن عادل دفتردار وحديث عن كرة القدم العالمية. استمتعت جدا بالحديث كابتن عادل. يسعدني وجودي معاك عزيزي، وبصراحة كان في مواضيع دسمة أخرى، ولكن طبعا أسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله. مستمعينا الأعزاء ألقاكم غدا في حلقة مميزة مع ضيوف مميزين عبر أثير إذاعة ألف ألف في نفس الزمان 10 مساء ونفس المكان المنصة. تصبحون على خير.